يخرج بدون أرضية مهيئة لخروجه، هذا أمر طبيعي. نحن دورنا تمهيد الأرض لخروجه، ومعنى تمهيد الأرض لخروجه يعني إعداد أسرنا، إعداد مجتمعاتنا إلى أن تتحمل مبادئ أهل البيت، مبدأ العطاء، مبدأ التضحية. هذا يضحي بماله، هذا يضحي بقلمه، هذا يضحي بوقته، هذا يضحي بجهده، وهكذا كل يضحي في حدود إطاره وإمكاناته. عليك أن تدعم مشروع الإمام، أن تخدم هدف الإمام، وهدف الإمام شنو؟ العدل. والعدل يأتي على مستويات، عندك العدل على المستوى الشخصي، الإنسان لا يظلم نفسه، الإنسان متى ما تصدر منه معصية يصدر منه ذنب، هذا ظلم لنفسه. على المستوى الأسري والعائلي أيها الأعزاء، في بعضنا ظالم في بيته، يظلم زوجته، يظلم أولاده. ثم على المستوى الاجتماعي أيها الأعزاء، التعدي على حقوق الآخرين، التنابز بالألقاب، الغيبة، النميمة، سوء الظن، الحكم على الآخرين. ثم العدل أيها الأعزاء على المستوى العالمي، السياسي، الاقتصادي.